انا دائما معروفه اللي في قلبي فلساني وما تنعرفش نزوق. انا اول حاجه ما كاينش لا خلاف حتى في الاول، راه ما كاين حتى خلاف والان ما كاين حتى خلاف، يعني كاين ها سوء التفاهم وصافي. قالت الزوج ديالك كان صرفها بالمشكل ديال الطلاق ديالها مبكرا. شوف 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 نقول لك، هنا قال لك ملي تطيح البقره تكثروا الجناوه. حنا معروفين بواحد الصداقه بيناتنا، يعني هي تنقولوا بحال بنتي اختي، حنا عائله وتغمقنا يعني تنحبوا بعضياتنا ووقفنا في هذا ديالها وفي هذا ديالنا يعني اكثر من العائله. يعني هنا ضروري تيكون هذا يقول هكا وهذا يقول هكا وهذا يقول هكا. انا ماشي من داك النوع، انا ديما تنعمر النيه وسعيده الان دائما عزيزه عليا والعلاقه ديالنا مزيانه، واخا هي كانت دايره شي حاجه في بالها ولكن في الاخر صحات داكشي بانه ما كاين والو غير تهيؤات. في الله انا ما نقولش نقول لك قده ولا قده، فعلا انت تنصب عليا بحالي بحال سعيده غير سعيده هي بزاف. انا على قد الحال مشيت جروب خلاص في الله. بالنسبه للفنانه ديالنا الكبيره الرئيسه فاطمه تبع عمرانت، يعني هذا ديالها مشكل. انا بالنسبه ليا سياستي فني وفق اعذاري مع وليداتي، هذه هي السياسه ديال عيشه، والسياسه عندها مالها وسمحوا لي.